خروج صاحب الأرض وحامل اللقب واحد من أبرز المرشحين بالتتويج في دور 16 مثير جدا. أهلا بيكم في أفريقيا عندنا على فيلجول.com. تعالوا نختار أفضل 11 ظهروا في دور 16 اللي كان كله مفاجآت. في حراسة المرمى إلاجبي حارس بنين اللي وقف قدام سيل من هجمات المغرب وتصدر ركلة ترجيح أهلت بنين لأول مرة لربع النهائي. في خط الدفاع أول اسم رومان متنيير باك يمين مدغشقر اللي صنع الجون الثاني في الكونغو وسجل ركلة ترجيح برضو أهلت مدغشقر لأول مرة لربع النهائي. الاسم الثاني جمال الدين بالعمري مدافع الجزائر اللي قدم ماتش كبير ضد غينيا وكان سبب في الحفاظ على نظافة شباك الجزائر لحد دلوقتي في البطولة. الاسم الثالث مش غريب كينيث أوميريو مدافع نيجيريا اللي بيحافظ على تواجده ضمن افضل 11 بعد برضه ما قدم اداء كبير في الفوز المثير على الكاميرون 3-2. الاسم الاخير هيلانتي باك شمال جنوب افريقيا اللي اوقف خطورة محمد صلاح وكان من اهم اسباب الفوز للاسف على منتخب مصر 1-0. في خط الوسط هنختار 3 اسماء. الاول يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر اللي سجل هدفه الثاني في البطولة بعد جملة رائعة مع بغداد بنجاح. الاسم الثاني إدريسا جاي نجم منتخب السنغال اللي قدم ماتش كبير ضد أوغندا وكان مان اوف ذا ماتش. الاسم الثالث مبارك واكاسو نجم منتخب غانا اللي رغم خسارتهم من تونس الا انه كان مان اوف ذا ماتش بعد ما قدم اداء مذهل ضد تونس. خط الهجوم في 3 اسماء. اول اسم رياض محرز نجم منتخب الجزائر اللي بيواصل تألقه وسجل هدفه الثاني في البطوله في غينيا بعد اداء جميل جدا. الاسم الثاني ايجالو نجم منتخب نيجيريا اللي قدم احسن اداء فردي في البطوله لحد دلوقتي سجل جولين وصنع الثالث في الفوز المثير على الكاميرون 3-2. الاسم الاخير بيرسي تاو اللي ارهق دفاعات منتخب مصر مع جنوب افريقيا وكان ابرز نجم في صفوف البافانا بافانا رغم انه في الاخر ما سجلش هدف الفوز. افضل فريق في الجوله منتخب الجزائر اللي بيواصل امتاعه واقناعه وفاز على غينيا بثلاثيه علشان يحافظ على صلابته الدفاعيه بعدم استقبال اي جول في البطوله لحد دلوقتي وهجوم كاسح قادر ان هو يهزم اي منافس ويسجل في اي فريق. افضل لاعب في الجوله برضه من منتخب الجزائر يوسف بلايلي اللي سنه 2015 خضع لكشف منشطات مع فريق اتحاد العاصمه اثبت تعطيل كوكايين. اتوقف 4 سنين لكن الكاف بعد كده قلص العقوبه لسنتين، لكن يوسف بلايلي احيا مسيرته وانضم للترجي سنه 2018 وفاز معاهم بدوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض عشان ينضم لمنتخب الجزائر ويتالق في مصر. أجمل هدف في الجولة صاروخ من إبراهيم صامويل أمادة سجل منه منتخب مدغشقر الجول الأول في الكونغو عشان مدغشقر تتأهل لربع النهائي وتواصل كتابة التاريخ في مصر. أفضل مدرب في الجولة ميشيل دوزيه مدرب بنين اللي انتقم من هيرفي رينار بعد ما كان سبب في خروجه من مرحلة المجموعات في بطولة 2017 لما كان دوزيه مدرب لكوت ديفوار. دوزيه صاحب خبرة كبيرة في أفريقيا ابتدت مع منتخب غينيا اللي تأهل معهم لكأس الأمم الأفريقية 2004 وبعدها كان مدرب مساعد مع هنري ميشيل في كوت ديفوار في مصر 2006. رجع بعد كده دوزيه لمنتخب غينيا وتأهل معهم لربع نهائي بطولة 2015 ودلوقتي بيكتب نفس التاريخ مع منتخب بنين. مفاجأة الجولة وللأسف منتخب جنوب أفريقيا رغم فوز بنين على المغرب إلا أن مفيش مفاجأة أكبر من خروج صاحب الأرض بين جمهوره على إيد جنوب أفريقيا ثالث مجموعتها واللي ما كانتش سجلت غير جول واحد بس في ناميبيا لحد ما لورش هز شباك الشناوي علشان يكتب الفوز الأول لجنوب أفريقيا على مصر في تاريخ مواجهتهم في كأس الأمم الأفريقية.